اللقاء مع الوافريه كاملين خوسنا، يعني جمعنا حزب الاستقلال اللي صراحه لاحظناه دار تطور في العيون، وصراحه ذاك مولي باش وعدنا مولي ما خلف به، وصراحه عرفنا عن العيون تقدمت تقدم ملحوظ من خصوصا عن البنيه التحتيه وعن الازقه والشوارع. السلام عليكم ورحمه الله. المتكلم منصور والسيد احمد ولد عبد الحي المشرف على تنظيم هذا الديفيلي. نحن مقتنعين بهذا الحزب ورانا معاه، اللي به عودنا على انه مين يقولنا عنه لا يعدلنا شيء لا يعدلنا، ورانا عارفين عنه حمدي والرشيد رانا معاه نعرف، عودنا على رجال عاهدوا صدقوا وقد شاءوا كما شاء صفاء النفس وحدهم فجل حديثهم صمت وبعض الصمت إيماء، لذا هبوا كإعصار لا يبقي ولا يذر، لهم في الموت فلسفة فلا يخشونه أبدا بذا أمروا لأجل حزبهم. الرحيم، بصفتنا كشباب من أبناء المنطقة نعرفوا على أن حزب الاستقلال قام بجميع من الامتيازات حققها لمدينة العيون. ومدينة العيون بالنسبة للعهود السابقة، ما هي هاي الفترة اللي نحن فيها، اللي نحن في القرن 21، تبارك الله العيون ازدهرت وماشية في الازدهار، ونتمناو على أنها تتم ماشية في الازدهار، وثقتنا كاملة عاطينها الحاج حمدي الممثل الوحيد والرسمي لحزب الاستقلال. نتمناو له التوفيق، ونتمناو منه على ان تعود عنده التفاته خاصه بالشباب في هاي الفتره الجايه بالتشغيل وبهموم الشباب اللي حامل المشاريع، ونتمناو له التوفيق باذن من الله، والله ييسر ان شاء الله.